بسم الله الرحمن الرحيم، أصدقائي الأعزاء على قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك، أهلا بكم. معكم أيمن إبراهيم في سلسلة دورات مهارات إدارية. هنستكمل مع بعض إن شاء الله أساسيات الإدارة في عالمنا اليوم، وهنختم موضوع الإدارة العالمية أو الجلوبال مانجمنت، وهنتكلم فيه على إزاي ندير في البيئة العالمية أو مانجينج إن جلوبال انفايرمنت. طبعا تخيل ان انت لو رحت اشتغلت في شركة عالمية في بلد غير بلدك الأصلية، هتلاقي نفسك بتقابل تحديات ثقافية واجتماعية واقتصادية غير اللي انت متعود عليها. هتبقى محتار ازاي تتعامل معاها، ازاي تحدد ايه هي التحديات دي بالظبط. ساعات انت بتبقى من كتر المتغيرات اللي بتحصل انت بتبقى مش عارف المشاكل جاية لك منين، او مش قادر تحدد اولوياتك، رغم ان انت مؤهل علميا وثقافيا وعندك خبرات وشهادات وكل ده. فده ان شاء الله هنتكلم فيه في موضوعنا النهاردة. هنغطي فيه البيئة الثقافية والسياسية اللي هي البوليتيكال والليجال انفايرمنت، هنغطي في البيئة الاقتصادية الايكونوميك انفايرمنت، هنغطي بالبيئة الثقافية اللي هي كالتشر انفايرمنت، وبعد كده هنتكلم على الإدارة العامة في عالمنا اليوم بشكل عام، وإيه التحديات اللي بتقابل المديرين في التعامل مع الموارد البشرية بشكل عام. التعقيدات المتزايدة في التشريعات والقوانين في البيئة العالمية دلوقتي أحد العوامل القوية والمؤثرة في استقرار بيئة العمل بشكل عام. المديرين بيلاقوا بعض الصعوبات في التعامل مع القوانين المتغيرة والمتضاربة من بلد لأخرى، وساعات بتبقى بتعوق العمل بالذات في الشركات المالتي ناشونال اللي موجودة في أكتر من بلد، وصعب بيبقى صعب فيها ينقل الموظفين نتيجة إن كل بلد فيها قانون ساعات بيبقى مختلف عن البلد التانية، أو فيها بعض الضوابط أو بعض الشروط القاسية اللي بتصعب عملية العمل وتنظيم الشغل وفقا لسياسة الشركة. زي مثلا على سبيل المثال متوسط أعمار العاملين، السماح أو عدم السماح بعمل الأطفال، الاستقرار نفسه في البيئة السياسية والقانونية جوه البلد. طبعا المديرين عشان كده لازم يبقوا مطلعين بشكل منتظم على القوانين والتشريعات في البلاد اللي هم شغالين فيها. ان احنا ساعات بنلاقي بعض البلاد بتحط قوانين مجحفة للمستثمرين. البلاد دي تبقى غنية بالثروات الطبيعية والحاجات الجاذبة للاستثمار، في نفس الوقت البلاد بتحط قوانين بإلزام بمشاركة معينة لشريك محلي مثلا بنسبة معينة، او لو انت عاوز تخرج من البيزنس بتسيب اصولك كلها جوه المؤسسة وبعض من هذه القوانين. طبعا في بعض البلاد فيها اضطرابات سياسية وتشريعية، وفي مشاكل عصابات، في خطف، في مافيا موجودة جوه البلد لازم تراضي ناس كتير سواء بشكل رسمي او بشكل غير رسمي عشان تقدر تكمل البيزنس بتاعك. البلاد اللي فيها اوضاع غير مستقرة بتزود نسبة حالة عدم اليقين، عشان كده دايما المديرين اللي بيديروا الأعمال في بلاد غير بلادهم لازم يبقوا يدرسوا كويس ويبقوا متفهمين وعلى دراية كاملة بكل الأوضاع السياسية والقانونية اللي في البلد اللي هم فيها، عشان يقدروا يتعاملوا مع حالة عدم اليقين أو الأنسرتينيتي، وبيساعدهم على اتخاذ القرارات السليمة سواء في إنشاء البيزنس أو في آلية إدارة البيزنس في هذه البلاد. النقطة الثانية اللي هنتكلم فيها هي البيئة الاقتصادية. هنتكلم على نقطتين: النظم الاقتصادية المختلفة وعوامل
اقتصادية أخرى ممكن تؤثر على طريقة العمل وفرص الاستثمار وإدارة البيزنس في الأماكن الأخرى. مهم جدا إن المدير اللي بيدير البيزنس في البيئة العالمية في بلد غير بلده لازم يبقى ملم بالجوانب الاقتصادية المختلفة، لازم يبقى ملم بالنظام الاقتصادي في البلد اللي انت بتستثمر فيها، هل هي بتعتمد مبدأ الاقتصاد السوق الحر او الفري ماركت ايكونومي، ولا بتعتمد اللي هو الاقتصاد المخطط اللي هو البلاند ايكونومي اللي هو الحكومة فيه بتبقى ليها دور كبير في هيكلة وشكل الاقتصاد. اقتصاد السوق الحر بيعتمد على حرية العرض والطلب زي ما موجود في دول عديدة زي أوروبا وأمريكا. بيعتمد على فكرة الرأسمالية، إن الدولة لا تمتلك شركات، ما بتتحكمش في الموارد وفي البيع والشراء، لا الدولة هي بتحط النظام عام وبتدير البلد، بتحط الضوابط اللي تساعد الشركات والمؤسسات إن هي تنمو بشكل يحقق المصلحة المشتركة، وبتسيب السوق هو اللي بيتحكم في الاقتصاد من ناحية العرض والطلب والتعاملات المختلفة ما بين الشركات. بتشجع فيها القطاع الخاص على العمل والإنتاج، مثلا تلاقي في أمريكا شركات السلاح كلها قطاع خاص، وكالة ناسا مثلا بتدي مشاريع لشركات القطاع الخاص لإنتاج الكثير من منتجات شركات الطائرات مثلا، كلها صناعات ثقيلة وصناعات قوية بيملكها القطاع الخاص. وزي ما شفنا شركات زي إيلون ماسك اللي هو ابتدى يطلع ينشئ صواريخ تطلع للفضاء وابتدي يطلع رحلات سياحية، فرغم إن هي حاجات استراتيجية وحاجات مهمة، ولكن الدولة بتوكل ليها للقطاع الخاص هو اللي بيمتلك هذه المصانع ويطورها وينتجها، والبلد بتاخد العوائد أو الضرائب اللي هي بتساعد على نمو اقتصاد البلد، ودي بتساعد على خلق فرص عمل كويسة وخلق نوع من التنافسية ما بين الشركات بدون تدخل الدولة بشكل مباشر، وبتخلي العلاقة ما بين المستهلك والمصنع أو مقدم الخدمة علاقة صحية، هو حريص إن هو يخدم العميل بتاعه، وبالتالي العميل لما بيبقى راضي بيبقى حريص إن هو يشتري الخدمة أو المنتج من المصنع ده. النوع الثاني من الاقتصاد هو الاقتصاد المخطط أو planned economy، وده الاقتصاد القائم على تحكم الدولة في كل المشاريع الاستراتيجية والصناعات الثقيلة، وده موجود في الدول الشيوعية وزي الصين وكوريا الشمالية وغيرها من الدول. وهنا الدولة اللي بتحط السياسات واللي بتنتج وهي اللي بتبيع وبتحدد الأسعار والكلام ده كله، وهي اللي بتحتكر كل الصناعات الكبيرة والصناعات المؤثرة، وهي بتبقى المحرك الأساسي للاقتصاد كمصنع، وما بتديش فرصة للقطاع الخاص إن هو ينافس شركات الدولة. بس هنلاقي ان احنا مع الوقت الصين ابتدت تتطور وابتدت تغير بعض القوانين مع احتفاظ طبعا ببعض بسلطتها، لكن فتحت مجال للقطاع الخاص تحت شروط معينة، فانشأت نظام مختلف شوية عن النظام الشمولي بحيث واخد جزء من الرأسمالية على جزء من الفكر الشيوعي في إدارة الاقتصاد، ونجحت إن هي تعمل نقلة نوعية في اقتصادها وفي نموها. فبشكل عام لما بنبص على الاقتصادات بشكل عام، في حاجات بتبقى رأسمالية صريحة، في حاجات بتبقى واخد الفكر الشمولي بشكل صريح، وفي حاجات كتير بقى بتبقى خليط ما بين النظامين.
العوامل الاقتصادية الأخرى التي تؤثر على إدارة البيزنس في البلاد المختلفة، منها معدل تغيير العملة. طول ما كان الاقتصاد مستقر فمعدل تغيير العملة مستقر. طبعا مقارنة العملة المحلية بالدولار أو باليورو أو بالين اللي هي العملات الرئيسية، فبالتالي انت ما بتحط تصور اقتصادي معين ضامن ان انت وانت بتعمل الفوركاست او الخطة المستقبلية ان الفلوس دي لما تحولها لدولار او يورو هتديك رقم معين. لكن في حالة البلد اللي فيها تذبذب في قيمة العملة بتاعتها وتذبذب في الاقتصاد، يحصل تعويم او يسموه انفليشن، فقيمة العملة بتقل. فانت بدل ما كنت حاطط خطة ان ال10,000 من العملة المعينة هتديك 2000 دولار، تلاقي ال10,000 بيدوك 500 دولار او 200 دولار لو حصل انهيار في البلد. الحاجة التانية اللي هي معدلات التضخم، اللي هي زيادة الاسعار بما لا يتناسب مع زيادة دخول الناس، فبيحصل نوع من الركود، من الأسعار عالية جدا والناس معهاش فلوس إنها تشتري احتياجاتها الأساسية. العامل الثالث هو سياسة الضرائب المتنوعة. في بعض البلاد كل ما بيحصل عندها مشاكل أو عندها احتياجات ومش قادرة تنمي اقتصادها وموردها بشكل جيد، تبتدي ترفع الضرائب أو تفرض رسوم غير مبررة، فبتعيق نمو الاقتصاد وتحط عبء على المستثمرين. يعني الحاجة دي مش حاطينها، هما بيحطوا التصور بتاعهم أو فكر الاستثماري. النقطة الثالثة اللي هي البيئة الثقافية، ودي مهمة جدا. إن أنت ساعات بتروح بتشتغل في بلد بتواجه بعض التحديات من ناحية ثقافة الناس وطريقة تفكيرهم وعاداتهم وتقاليدهم، فتبقى مش عارف تتعامل ازاي. فرق اللغة بيخلي في سوء تواصل او عدم فهم للآخر، لان انت مثلا طريقة كلام معينة او تصرف معين او اشارة معينة تعني شيء في بلدك وفي بلد تانية بتعني شيء تاني. حركة معينة بدماغك تعني في بلد ان هي لأ، في بلد تانية بتعني ان هي فالفكرة كلها اختلاف الثقافات بتعمل مشاكل كتير. فمهم جدا ان المديرين وهم رايحين في بلد فيها لغة مختلفة وثقافة مختلفة ان هم يدرسوا هذه الثقافة، وهل هم يقدروا ان هم يشتغلوا ويدمجوا ثقافة الشركة والقيم بتاعتها مع الثقافة اللي هم في البلد اللي هم رايحين فيها ولا لا. ساعات بنلاقي برضو اختلافات في الثقافات لان بيتكلموا نفس اللغة زي الامريكان والانجليزي. يعني كان الاول اللغه الانجليزيه، دلوقتي الامريكان يقول لك احنا بنتكلم امريكان لانجوج، اللي تلاقي الكلمه نفسها مختلفه من هنا لهنا، يقول لك ده لوري، ده فيهيكل، ده مش عارف ايه. الاكسبريشنز نفسها، البروفيربس، برونونسيشن، طريقه النطق نفسه للكلمات. حتى بينا في الدول العربيه تلاقي انت في كل بلد ليها مصطلحات وليها كلام وليها عادات. فاختلاف حتى من أهل اللغة الواحدة ومن أهل الثقافة القريبة من بعضها، ثقافة المنطقة العربية مثلا، لا هتلاقي في اختلاف ما بين الشعوب بشكل أو بآخر. فمهم جدا إن أنت الحاجات دي كلها تحطها في اعتبارك وأنت بتستثمر. النقطة اللي بعد كده هي اختلاف الأعمار جوه الشركة. ساعات بتروح شركة بتلاقي فيها ناس قديمة بقالها 20 سنة شغالة في الشركة، وفي ناس جديدة لسه متعينة جديد، شباب وكده. فدايما في اختلاف في طريقة التفكير، اختلاف في طريقة اتخاذ القرار. تلاقي الكورفسين أكثر تحفظا، أكثر رسانة، بياخدوا وقتهم في التفكير. تلاقي الشاب دايما مستعجل، عنده حماس، سرعة أداء مختلفة، استعماله للتكنولوجيا بطريقة مختلفة. فازاي الشركات والمديرين وهم اما بيشتغلوا في شركة فيها هذا الفارق العمري، ازاي يقدروا يعملوا توازن ما بين الأعمار المختلفة ويبقى في نوع من الاحترام والتبادل وتقدير
طريقة الشغل نفسها تبقى مناسبة للطرفين. النقطة الرابعة اللي هي الإدارة في عالمنا اليوم، طبعا زي ما انتم عارفين ان العالم دلوقتي أصبح قرية صغيرة، في تحديات كتير بتقابل الشركات اللي هي بتتوسع على مستوى العالم. الانفتاح على العالم خلى سهولة الحركة ما بين الدول واعتماد الاقتصادات على بعضها البعض، فتلاقي ممكن لو دولة اقتصادها اتأثر بينعكس بالسلب على دول أخرى، حتى لو الدول الأخرى دي شركاتها ما بتشتغلش على المستوى العالمي، بتشتغل بشكل محلي، ولكن انعكاس انهيار الاقتصادي في دولة ما كبيرة ممكن يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الشركات في بلاد أخرى، وزي ما حصل في الأزمة العالمية في أمريكا في 2008 لما سوق العقارات والاقتصاد انهار في أمريكا بشكل كبير، العالم كله تأثر، لأن أمريكا 40% من اقتصاد العالم. عشان كده دايما المديرين لازم يبقوا ملمين بمدى تأثير الاقتصادات العالمية، لازم عندهم رؤية اقتصادية، بيقروا المشهد كويس، بيشوفوا معدل النمو في البلاد المؤثرة، ولو هم شغالين في بلد وحواليها جيرانها ليهم أدوار ما أو ليهم اقتصاد ما هم معتمدين عليهم في بعض المواد الخام، بعض الموارد البشرية، بعض الحاجات الأخرى، لازم يعرفوا إن استقرار اقتصاد البلاد اللي حواليهم ليها تأثير مباشر على اقتصاد البلد اللي هم بيستثمروا فيها. خامس نقطة وآخر نقطة اللي هي التحديات في إدارة الموارد البشرية على مستوى العالم. طبعا أول حاجة اختلاف الثقافات واختلاف الأديان واختلاف العادات والتقاليد، دايما دي بتواجه المديرين اللي بينتقلوا للعمل في الخارج. ولو انت شغال في شركة عالمية بتعين جنسيات مختلفة من العالم، من دول العالم كلها زي الخليج، الأوروبي والأسيوي والعربي بثقافاتهم المختلفة، فبتلاقي نفس الفريق الواحد جوه الشركة في إدارة واحدة في 5 6 جنسيات، 2 عرب وبجنسيات مختلفة بثقافاتهم، 2 آسيويين، 1 هندي، 1 باكستاني، 2 أوروبيين، 1 فرنساوي، 1 إنجليزي. فاختلاف الثقافات جوه الفريق الواحد نفسه بتوجه تحدي، ازاي الناس دي تشتغل مع بعض، ازاي الناس دي تفهم بعض، ازاي يبقى في تيم وورك ما بين الفريق الواحد. عشان كده مهم جدا ان المدير لازم يبقى ملم بكل الثقافات اللي هو هيشتغل معاها، سواء هيستثمر في بلد ما فيش غير جنسية البلد دي فهو بيلم بثقافة البلد دي وبعاداتها وتقاليدها وديانتها والناس بتشتغل ازاي، لو بيشتغل في مكان فيه اكتر من جنسية زي في دول الخليج لازم يبقى ملم بالثقافات دي، مش هيبقى خبير قوي ولكن عنده الاساسيات اللي يقدر يفهم بيها الثقافات دي. في طريقتين دايما احنا بننصح بيهم المديرين ان هم يتعاملوا بيها، حاجه اسمها الكالتشر انتليجنس او الذكاء الثقافي، وحاجه اسمها جلوبال مايند سيت او العقليه العالميه. اول واحده اللي هي الذكاء الثقافي او الكالتشر انتليجنس، اللي هو ازاي تبقى ملم بالثقافه وعندك حساسيه، بنتكلم هنا في 3 نقط، هو النوليدج العلم، ان انت تبقى عارف الثقافات المختلفه وعارف ان هي الثقافات بتختلف من بلد للتانيه، صعب ان انت في شركه تحط مجموعه من السلوكيات تلزم الناس كلها عليها. الحاجة التانية ان انت تبقى عندك القدرة للانتباه لتصرفات الاخرين من الثقافات الاخرى ومعنى هذه الاشارات او معنى هذه التصرفات، تبقى مدركة ادراك جيد. المهارة الثالثة هي المهارة السلوكية، ان انت لو حد تصرف معاك بشكل معين ايه ردة فعل المناسبة اللي متحرجش الطرف اللي قصادك، وفي نفس الوقت تتصرف بدبلوماسية زي الناس اللي بتحب تسلم، الناس اللي بتبوس، الناس اللي بتهزر بتخبط ايديها في اماكن معينة وبالنسبة لهم عادي، او في اشارات تشجيعية مقبولة في بلد التانية عيب وهكذا.
الكلام ده بيبقى في وسط الشغل، ازاي تتعامل معاه وازاي تتعامل بدبلوماسية مع الظروف المختلفة المحيطة. النقطة التانية اللي هي العقلية العالمية او الجلوبال مايند سيت، ان انت ازاي عندك القدرة ان انت تدير البيزنس في بلد اخرى بشكل فعال. في جزء منها فكري، انت العلم اللي عندك والثقافة اللي عندك، ان انت ازاي تدير البيزنس في بلاد مختلفة فيها ثقافة مختلفة على مستوى العالم، تقدر تروح اي مكان وتتعامل مع اي بيئة عمل مختلفة عنك. في جزء نفسي، ان انت ازاي تبقى عندك سعة افق ان انت تتقبل الافكار المختلفة في الادارة وفي طريقة الشغل بما يتناسب مع المكان اللي انت بتشتغل فيه. الجزء التالت هو الجزء الاجتماعي، ازاي ان انت تبقى عندك سوشيال ابروتش او مفهوم اجتماعي معين، ازاي تتواصل مع المجتمع اللي حواليك بالثقافة المختلفة اللي هو فيها، وتنشئ روابط قوية تساعدك ان انت تطور البيزنس بتاعك بشكل جيد. ويبقى احنا كده، يبقى احنا ختمنا الموضوع الخامس والاخير الخاص بالبيئة العالمية. اتمنى ان تكونوا استفدتوا، وان شاء الله نشوفكم المرة اللي جاية في اول بيلر اساسي في الادارة وهو البلانينج، التخطيط. نتمنى ان تكونوا استفدتوا، ولو حد ليه اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات وردوا عليه. نشوفكم على خير ان شاء الله. معكم أيمن إبراهيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.